عم مختار، المروحة تبرد الراديتير ولا تبرد الماء؟ سؤال وجيه. شوف، هو الماء يدور في وسط المحرك، الماء كله يدور في وسط المحرك، والمحرك يعني الماء يدور عن طريق المضخة، الماء البومب او يدور في الدوائر نتاع المحرك ويمشي للراديتير يبرد ويعاود يرجع للمحرك وهكذا. العملية هذه هي عملية دوران وتبريد في نفس الوقت، لكن الماء مش وحده اللي يبرد في الموتور، ومش المروحة اللي هي وحدها تبرد في الموتور، كلهم مجتمعين مع بعضهم، الزيت والماء والمروحة مقسمين مع، يعني متقسمين التبريد المحرك مع بعضهم. الماء يدور في وسط المحرك يمشي للراديتير يبرد ويرجع للمحرك مش يبرد الزيت، لأن الزيت يسخن أكثر من الماء، الزيت يوصل درجة الغليان في وسط المحرك لأن 92 درجة حتى 104. الزيت الماء أثناء الدوران لما وقت يجي يبرد من عند الراديتير يبرد الزيت الموجود في المحرك، وهكذا عملية الدوران العشرة عاملين فيه بابا، وعاملين فيه مروحة، عاملين وقت توصل درجة حرارة معينة في المحرك أو في الماء بصفة عامة. يعني توا قبل الأغلبية كانوا عاملين المانو نتاع المروحة في الراديتير، توا لا، عاملوا المانو نتاع المروحة في المحرك نفسه، يعني في المحرك نفسه من يعني باش ياخذ الحرارة الصحيحة، لأن الراديتير بعيد عليه. هو الحرارة العادية هي 92 حتى 104، الحرارة العادية نتاع المحرك، يعني أقصى شيء 104 وأقل شيء 92، 90 أقل شيء. المروحة هي جزء من مكون كامل اللي هو يبرد الموتور، يبرد الموتور، يبرد الماء، والماء هذا يبرد المحرك. المروحة ليش عاملينها في وجه السيارة؟ هي باش تاخذ الهواء البارد من الشارع، ونحن من الطريق يجيها من الطريق باش يسهل يعني دخوله للراديتير، لأن ولا زمان كان فما راديتير واحد، تولوا فما ثلاثة بالنسبة لسيارة التيربو، ثلاثة، واحد للتيربو، واحد للمكيف، واحد للماء، فولت يصعب التبريد الثلاثة قطاع هذوما بسهولة تامة. فالهواء في الطريق في الثنية يعاون المروحة على التبريد، يعني في عرض واحد بشي تقعد تجبد هي وحدها، لا، يعاونها المشي نتاع الكهرباء يعاونها في الطريق، يزيدها الهواء باش هي تبرد، والهواء هذاك سخون ولا برد يرجع للمحرك بصفة عامة. لكن الهواء اللي تجبد هي ما عنده وين يمشي، يرجع للمحرك يزيد يبرد المحرك من برا، لكن يحتاج تبريد من برا. هذه العملية شنو يبرد الماء، وشنو المروحة مفعولها، وشنو يعني تبديل، شنو تبريد زيت المحرك وكيفاش يكون.